مودي مجدي صادق رقابة العلوم الصحية والأمين العام لاتحاد رقابة المستقلة بالدهلية. طيب ممكن تقول لي حضرتك بتعمل ايه النهاردة؟ أنا جاي طبعا نشارك إخواتنا في افتتاحهم مكرونة جديد، واللي احنا بنعمل احنا يبقى فيه لينا من بعض إن شاء الله تعاون كبير جدا، لأن هم أفكارهم دي أفكار فعلا لمصلحة البلد. لكن احنا دلوقتي احنا الفكرة في المخانة كلها دلوقتي إن البلد ديت حاجة فيها دلوقتي عمال فلاحين والشباب دول، لو دول كله مع بعض هنختلف خالص ونطلع ببلدنا بحاجه اعلى من احنا بنطلعها خالص. الحركة النقابية المستقلة في مصر كان عمادها دايما الجيزة والدقهلية والنقابة المستقلة للضرائب العقارية، فالوضع دلوقتي في الدقهلية عامل ازاي بالنسبة لمعركة النقابات المستقلة؟ لا هنا في الدقهلية دلوقتي الوضع اختلف خالص. احنا دلوقتي في الدقهلية وصلنا ل 15 نقابة مستقلة، وفي تحت التأسيس حوالي 5 نقابات كمان، وفي جاي في يعني كل دلوقتي مكان في التهديد بدا فعلا يعمل نقابه مستقله، بداوا فعلا يدوروا على حقوقهم. يعني ناس كتيره فعلا احنا كنا فتره كبيره جدا وماشيين ما نعرفش اي حاجه عن حقوقنا، الناس بدات تعرف وتحس بقيمه النقابه المستقله ازاي، وحاسس ان النقابه المستقله دي هي اللي هتجيب حقها وحق البلد ده. احنا كل همنا في الاخر برضه ان احنا نعلى بمستوى الناس ونوصل لبلدنا لاحلى مستوى احنا عايزينه، وان شاء الله يعني احنا مع بعض هيبقى العدد كبير وهنغطي اكتر من كده كمان وكمان يعني ان شاء الله.